يا سادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى لا أطيل كثيرا في المقدمات، أدخل في تفاصيل البحث الموسوم باستثنائية قيادة المجتمع في ضوء نظرية الرتبة الإمام الحسين عليه السلام نموذجا. وزع البحث على محاور: المحور الأول المشكلة التي يعالجها هذا البحث، وأدخل فيها مباشرة، ومن ثم أسترسل في المحاور الأخرى حتى يكون الأخوة السامعون على تواصل مع هذه المحاور بشكل متسلسل. إذن المشكلة التي يعالجها هذا البحث تتمثل في النظام الاجتماعي والقيادة القائمة على هذا الاجتماع، لكن في أي إطار؟ في إطار نظرية الرتبة. وألفت الأخوة السامعين والجالسين إلى مسألة مهمة، مفادها أن كثير من البحوث التي ألقاها الأخوة فيما تقدم في هذه الجلسة أو في الجلسات الأخرى أشاروا إلى نقطة سواء كانت ظاهرة أو غير ظاهرة في بحوثهم، ألا وهي دور السلطة في عذابات المجتمع وفي سعادته. ولعل البحث الذي سوف أعرضه على حضراتكم يسير في هذا المسير، ولكن بنحو سيتبين لكم إن شاء الله. إذن هذه المشكلة التي يعالجها البحث. الأمر الثاني، الأساس الذي ينطلق منه هذا البحث. في البحث الاجتماعي وفي النظريات الاجتماعية التي هي كثيرة جداً وواسعة ومتفرعة، ولدينا نظريات اجتماعية كثيرة، منها ما اشترحها منظروها ومنها ما ارتكزت على ثوابت أخرى. فأشير إلى نقطة مهمة جدا، لا سيما نحن في أسبوع الإمامة ونرتكز في كل حياتنا إلى ما ورد عن الله سبحانه وتعالى عن طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام. وأقول يعني اسمحوا لي أقرأ بعض الفقرات حتى لا أطيل عليكم في التفاصيل الأخرى. الأساس الذي تنطلق منه هذه النظرية يتمثل بتأسيس أو عفوا تنطلق من منطلق عقائدي لنظرية يرى الباحث أنها تصدق مع تشكلات المجتمع وتفسر ديناميكيته بدقة وتعلل أسباب الخلل التي تنشأ وتترتب عليها الآثار المهددة للوجود البشري، وكذلك تحدد مكمن ريادة القيادة ومكمن استثنائيتها. إضافة إلى ذلك، فالأساس العقائدي الذي ترتكز عليه هذه الدراسة يتمثل بالعبارة الآتية، ألا وهو الإطار الفكري الذي يرجع كل هذا الوجود بمظاهره المختلفة إلى أصل الوجود الله تبارك وتعالى، ومن ثم تتبع ما نزل منه تبارك وتعالى في سبيل رسم الطريق الأفضل لهذه الموجودات بما فيها الأساس، عفوا بما فيها الإنسان، إذ يتمثل هذا الإطار الفكري بالمعرفة المستمدة من القرآن الكريم والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفكر أهل البيت عليهم السلام كما سيظهر في مفاصيل البحث. وأؤكد أيضا على نقطة مهمة من الأسس التي ارتكز عليها هذا البحث، هي العبارة التي وردت في زيارة عاشوراء، في حينما نقرأ العبارة: لعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. فمنطلق التسمية هو جاء من هذه العبارة التي وردت في زيارة عاشوراء. المحور الثاني المتمثل بالنص النظري أطرحه بشكل عام ومن ثم أدخل في تفاصيله. النص النظري إن الله تبارك وتعالى خلق هذا الكون خلقا دقيقا منظما وجعل له مراتب في وجوده، ومن هذه المراتب هي مرتبة الملك المتمثلة بكل الموجودات التي أفاض الله عليها بالوجود، ومن هذه الموجودات أو الوجودات هي المجتمع الإنساني بوصفه كيان متزاحم الإرادات. ولإدارة هذا المجتمع متزاحم الإرادات لابد من مرتكز
يحقق الانقياد والطاعة تارة، ويحقق التعاون والكفاية تارة أخرى. ولكل تنظيم جوهر يرتكز عليه، وأن الجوهر الذي تراه هذه النظرية نظرية الرتبة، وهو القلب الفاعل في الحركة الاجتماعية ومسيرتها، هي ماذا؟ هي الرتبة بهذا المفهوم التي سنتعرض إلى دلالتها في المحور اللاحق. زين، هذه الرتبة هي على مستويين، التي ترتبط بماذا؟ بقيادة المجتمع وبالآخرين الموجودين في المجتمع كأفراد. المستوى الأول هي الرتبة المنصوص عليها من الله تبارك وتعالى، والمرتبطة برتبة القيادة لهذه المجتمعات، والمتمثلة بالنبوة والإمامة. وإن الميزة الأساسية التي تتسم بها هذه الرتبة أنها رتبة مفروضة الطاعة، وإن اختيارها ليس من شأن أفراد المجتمع، بل من شأن خالق هذا المجتمع والعارف بكل مظاهره ومكنوناته، فألزم المجتمع بطاعتهم واتباعهم. ومن أجل أن يكون الفصل بين هذه الإرادات المتزاحمة التي تقدم ذكرها والحكم فيما بينها وفقاً لما شرع الله تبارك وتعالى، لذا فهي رتبة منصوصة عليها من الله سبحانه وتعالى، ولا يحق إلى أي أحد آخر أن ماذا؟ أن يتدخل في اختيار الأشخاص الذين يتولون هذه المرتبة العليا من إدارة وقيادة المجتمع. هذا المستوى الأول، ألا وهي الرتبة المنصوصة. المستوى الثاني هي الرتبة المكتسبة، واللي تتمثل برتب التزاحم الفرعية المرتبطة بأفراد المجتمع ذاته. فبما أنه قائم على تزاحم الإرادات الناتجة عن الاستعدادات الطبيعية الموجودة فيهم، ومن أجل أن يأخذ كل منهم دورا رائدا في تحقيق الهدف على المستوى الفردي أو على المستوى العام المتمثل في المجتمع، فهم أيضا كأفراد يتشكلون في مراتب. هذه المراتب تنشأ من الخصائص على مستوى الاستعداد الفطري أو على مستوى الاكتساب والمكتسبات. وهذه الرتبة انطلاقا من هذا الأمر يعني اشترحنا عليها بالرتبة المكتسبة. وعليه فإن سيرورة المجتمع وتحركاته تنفعل من خلال ما تؤديه الرتبة في اعتباراتها المختلفة، رتبة القيادة أم رتبة التزاحم، وعناوينها المتعددة. وبما أن اعتبارية الرتبة حاكمة، فإن إشغالها من قبل العنوانات يجب أن يكون خاضعاً لمستواها. فإن كانت من المستوى الأول وجب الالتزام بها واتباعها وطاعتها، وإن كانت من المستوى الثاني وجب توافر الخصائص اللازمة لإشغالها من العنوان المتصدي لها. هذا النص العام والإطار العام للنظرية. المحور الرابع هو دلالة المفاهيم التي وردت في هذه النظرية، وسأختصر على بعض التعريفات. أولا تعريف الرتبة. الرتبة هي مجموعة من الخصائص الأصيلة والمكتسبة الناتجة عن التقاء الاعتبار مع العنوان بما يتيح التحكم بكل ما يندرج تحت هذه الرتبة من مسؤوليات وصلاحيات وأشخاص وأفراد وما إلى ذلك. وحتى تتضح أكثر دلالة مفهوم الرتبة، لا بد من الوقوف على مفهومين أساسيين يتشكل من خلالهما هذا المفهوم العام المتمثل بالرتبة. هذان المفهومان هما مفهوم الاعتبار ومفهوم العنوان. نأتي إلى مفهوم الاعتبار. طبعا فيه تعريفات كثيرة، وهو يبحث في المباحث الفلسفية والكلامية، ولكن لأن البحث يسير في المسير يعني المشكلة الاجتماعية، سأقتصر على هذا التعريف. ينظر إلى الاعتبار على أنه التشريع والوضع، وهذا يكون في الأمور الإنشائية التي يتواضع عليها العقلاء أو الشارع لنظم أمورهم. ومن هذا الباب كل التشريعات والقوانين فإنها أمور اعتبارية بهذا المعنى، أي لا حقيقة لها إلا التشريع والجعل. ومن أمثلة ذلك الملكية والسلطة والزوجية والوجوب والحرمة والإباحة
وغيرها من هذه الاعتباريات. ومن هنا تختلف مصادقها وأنواعها باختلاف القوانين والأنظمة التشريعية التي تشرعها. هذا ما يتعلق بمفهوم الاعتبار الذي تتشكل منه الرتبة. المفهوم الآخر الذي تتشكل منه الرتبة على اعتبار بأن الرتبة لها وجهان، وجه الاعتبار والوجه الآخر هو ماذا؟ هو عنوان هذا الاعتبار. العنوان يشكل العنوان الوجه الثاني للرتبة قبالة الاعتبار، فلكل اعتبار عنوان يشغله، والعنوان هو الآخر له حدوده وماهيته. فلما كانت الزوجية اعتبار فإن الزوج أو الزوجة عنوانها، ولما كانت الملكية اعتبار فعين الملك عنوانها، والأبوة الاعتبار الأبو عنوانها، والحكم اعتبار الحاكم وشخص الحاكم ماذا؟ عنوانه، والفصل أو القضاء اعتبار القاضي عنوانه، وهكذا. وأعطي مثال يعني فيه شيء حسي حتى تتقرب الصورة أكثر إلى الأخوة السامعين. فلو قلنا إن الحاكم يمثل اعتبارا مجتمعيا لا بد منه للفصل بين الإرادات المتزاحمة التي تقع تحت سلطته التي منحت له ضمن الإطار التشريعي أو التنظيمي أو الجعلي أو التواضعي، فإن الذي يجعل للحاكم هذا الدور وتلك السلطة على الأفراد هو ماذا؟ هو الرتبة. ما هي الرتبة؟ هي رتبة الحكم التي تفصل بين الإرادات المتزاحمة فعلاً ونعم تفصل بين الإرادات المتزاحمة في هذا المجتمع، وحتى تؤدي الرتبة اللي هي متمثلة بالحكم دورها الذي يجعل منها فعلا حاكما وفاصلا بين تلك الإرادات، فلا بد من وجود عنوان تظهر به تلك الرتبة لتحقق ما اعتبرت من أجله، وهذا العنوان هو شخص الحاكم نفسه الجامع للخصائص اللازمة لهذا الاعتبار. ومن ثم ماذا؟ تتحقق الرتبة اللي هي متمثلة بالحكم التي هي ناتج الاعتبار اللي هي الحاكم، وعنوانها وهو عنوان الاعتبار الذي هو شخص الحاكم. هناك مسألتان لعلي أعود لهما لاحقا حتى لا أخذ وقتا كثيرا، ولكن أنطلق إلى المحور الآخر الذي تعالجه هذه النظرية والمتمثل ب المشكلة الاجتماعية في ضوء نظرية الرتبة. كيف هذه النظرية كيف تعالج المشكلة الاجتماعية؟ طبعا وفقا لهذه النظرية وبناء على ما تم تأسيسه في ما تقدم، فإن منشأ الخلل في مسيرة المجتمع وفق هذه النظرية يرجع إلى أمرين. الأمر الأول فيما يرتبط بالرتبة المنصوصة، وفيه تفصيلان. الأول إزاحة الرتبة المنصوصة وإزاحة عنوانها، وبذلك يعيش المجتمع في فراغ وانقطاع ما بينه وبين علة وجوده، بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فيتبنى المجتمع من أجل أن يملأ هذا الفراغ وضعيات تتماشى مع أهوائه ورغباته التي هي محدودة بمحدودية الواضع أو الشارع لها. ومثال ذلك ما واجهه الأنبياء والأئمة من عملية إزاحة تارة بالقتل وتارة أخرى عفواً بالتكذيب. إذن المشكلة الأولى تتمثل بإزاحة العنوان المنصوص عليه من قبل الله سبحانه وتعالى. هسه لا أقصد يعني خلينا نقول إزاحة بكل ما تحتوي هذه الكلمة، لأن الإمام يبقى إماماً والنبي يبقى إماماً حتى شاء قومه أم لم يشاء. هذا الأمر الأول الذي يرتبط بالرتبة المنصوصة. أما الأمر الثاني الذي يرتبط بالرتبة المنصوصة يتمثل بتقمص عنوان الرتبة المنصوصة واعتبارها ممن يدعي أنه يتمتع بالخصائص اللازمة لها، ما ينتج عنه عدم تساوي الرتبة واعتبارها مع خصائص عنوانها. وبما أن عنوان الرتبة يندمج فيها فيكتسب سلطتها وحاكميتها، وعليه فإن كل ما يصدر عن هذا التكوين غير المتوازن يكون ماذا؟ يكون هو الآخر أيضا غير
متوازن في كل مفصل يقع تحت حاكميته وسلطة تلك الرتبة الهجينة وعنوانها. هذا الأمر الأول الذي يرتبط بمنشأ الخلل وتحديداً في الرتبة المنصوصة. المشكلة الأخرى التي ترتبط فيما يرتبط بالرتبة المكتسبة التي بيناها وذكرناها، ففي ضوء احتياج المجتمع إلى بلوغ مرحلة الكفاية من خلال تعدد الاحتياجات المجتمعية والفردية، فإنه هو الآخر أوكل إلى بعض أفراده إدارة شؤونه وكفايته بما يحقق الأهداف المرجوة. وبما أن الرتبة واعتبارها تحتاج إلى خصائص معينة يتمتع بها العنوان، فمن الممكن أن يكون هذا العنوان غير مؤهل لتسنم هذه الرتبة، فيبدأ خط الانزياح عن أهداف المجتمع بالاتساع عن المسار الصحيح الذي رسم له بمرور الزمن. وإذا ما وصل المجتمع إلى ما وصل إليه من نواتج الانزياح لما تعهد به من أموره إلى عناوين غير مؤهلة لمراتب تسير أموره، فإنه سيبلغ مرحلة حرجة من الحفاظ على وجوده ويكون مجتمعاً مهدداً. ومثال ذلك ما كان من الولاة على الأمصار ومن تقلدوا مهام إدارة شؤون الأمة بتكليف من الرتبة من النوع الأول التي بينا وضعها في النقطة أعلى. يعني على سبيل المثال راح أذكر أمثلة لكن ليس أعلى دكتور علاء قال لي 55 دقيقة. حاضر إن شاء الله. لا حاضر إن شاء الله. زين، يرتبط صلاح النوع الثاني بالنوع الأول، يعني صلاح الرتب المكتسبة في المجتمع بصلاح النوع الأول المتمثل بالرتب المنصوص عليها. إذا كانت الرتب المنصوص عليها هي التي تدير المجتمع وتسير شؤونه، فبالتالي هذا ينعكس على ماذا؟ على على أنواع الرتب المكتسبة كما حصل في عهد ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وعلى اعتبار بأن الإمامة من الرتب المنصوصة عليها من الله سبحانه وتعالى، حينما يأتي ويدير الأمة يديرها وفق المبدأ الإلهي، لأنه عارف بمكنونات هذا المجتمع وباحتياجاته. هذا الأمر الأول، ولذلك كان اختيار الإمام عليه السلام للولاة الذين هم يشكلون النوع الثاني من الرتبة كان اختيارا سديدا في محله وفق خصائص وفق متطلبات، وكانت هناك مراقبات ومتابعات وما إلى ذلك. استثنائية الإمامة في قيادة المجتمع اللي هو المحور الآخر، طبعا أخطر شبهتين واجهت المجتمع الإسلامي. الشبهة الأولى أن الخلافة ليست بمنصب إلهي بل بالتنصيب والشورى، وقد أدت هذه الشبهة إلى ماذا؟ إلى نقض بيعة أمير المؤمنين عليه السلام التي بايعه إياها المسلمون في غدير خم، وانقلاب الأمة على آل بيت النبي عليهم السلام. الشبهة الثانية هي شبهة وجوب بيعة الخليفة المنصب مهما ملك من صفات الرذيلة، وإن كانت هذه الشبهة هي فرع من ماذا؟ فرع من الأولى، فقد أدت إلى تتبع الإمام الحسين عليه السلام لقتله من المدينة المنورة إلى مكة ثم إلى كربلاء حيث وقعت واقعة عاشوراء الأليمة. طبعا قد أدى العمل على هاتين الشبهتين الخطيرتين إلى إزاحة، يعني هذه شوية العبارة التي ألفت نظر الأخوة الحاضرين إليها، أدى العمل على هاتين الشبهتين إلى إزاحة الرتبة المنصوص عليها من الله تبارك وتعالى المتمثلة بالإمام، فلم يعط للأئمة عليهم السلام دور القيادة المباشرة، فكان ما كان من انحرافات جرت ويلاتها على المجتمع المسلم، ثم لم يكتفوا بإزاحة الرتبة بل تعداه الأمر إلى تقمص عنوانها وادعائهم أنهم أهل لها، فأخذوا يحكمون في الناس تحت مسمى الخليفة وأمير المؤمنين، وكلنا يعلم أن هذا مختص بالإمام علي عليه السلام. وكذلك ثورة الإمام الحسين عليه السلام التي قامت هي ثورة قامت من أجل الإصلاح، من أجل أن تأخذ هذه القيادة العليا مسيرها في إصلاح المجتمع.
يعني فقط ممكن يعني الدقيق الدقيق. مما تقدم يخلص البحث إلى النقاط الآتية: أن المشكلة الاجتماعية في مركز القوة المخولة في تحريك المجتمع مع كل ما يرتبط به من موجودات سخرت له، ألا هو الرتب العليا أو رتب القيادة. هذه تتحكم بكل تفاصيل المجتمع. لماذا؟ لأنها تمتلك زمام السلطة، ومن ملك زمام السلطة لديه كل المسوغات، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة. ثانيا، تعد النظريات التي حاولت أن تفكك البنية الاجتماعية وتقدم فهما دقيقا لمفهوم السلطة ودورها الكبير في نظمه، إلا أن الكثير منها لم ينطلق بشكل مباشر من المنظومة العقائدية التي تحكم ذلك المجتمع أو ذاك. يشكل مفهوم الرتبة مرتكزا أساسيا لما يستنبطه من بواعث السلطة، عفوا لما يستبطنه من بواعث السلطة وما تنطوي عليه من صلاحيات في توجيه مسيرة الأمة. يمثل الاعتبار وجها من وجوه الرتبة فيما يعد العنوان الوجه الثاني لها، فهما وجهان لعملة واحدة. إن منشأ الخلل الذي أصاب الأمة وأسس لانحرافات على مديات زمنية يتمثل في تقمص رتبة الإمامة وادعاء عنوانها ممن لم يتم النص عليه من الله تعالى ولم يخبر بهم الرسول صلى الله عليه وآله، بل في روايات كثيرة أنه صلى الله عليه وآله حذر منهم وعرف الأمة بتبعات ومخاطر الانقياد. خطر الشبهات التي واجهت المجتمع المسلم وأسست في الكثير من العقول لما نتج عنه انزياح الأمة عن مسيرتها. إن مفهوم الإمامة بوصفه رتبة عليا لقيادة المجتمع لا يقتصر على مسألة فرعية متمثلة بالحكومة أو الحكم، بل يتعداها إلى ما هو أبعد من ذلك والمتمثل بخلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم أحسنتم وجزاكم الله خير. بالنسبة للأخ دكتور مصطفى في بحثه في نظرية الرتبة، أعتقد أثناء بحثه قد أكون أنا مشتبه، ذكر شيئا باعتبار أن هذه الرتبة منصوصة، قال توكل إلى العارف بالمجتمع ومكنوناته، وأعتقد هو كان يقصد الله تبارك وتعالى. إذا كان يقصد الله، الله لا يطلق عليه العارف، الله يطلق عليه العالم، لأن العارف معناته عرف بعد جهل، ليس من أسماء الله تعالى الحسنى أن الله تعالى ينعت أو يوصف أو يسمى بالعارف. إذا كان يقصد الله تعالى، لابد أن تستبدل الكلمة العالم بالمجتمع ومكنوناته، لأن العالم لا يشترط أن يكون عالما بعد الجهل. نعم، هي صفة يقابلها الجهل. نقطة ثانية، ذكر الرتبة هي مجموعة من الخصائص. حقيقة الرتبة هي معنى بسيط، معنى الرتبة الموقع. مجموعة من الخصائص لا تكون داخلة في ماهية الرتبة، وإنما هي الملاك لتحصيل الرتبة. مثلا الآن عندنا رتبة الأستاذية، هذا المعنى اللي نستعمل الآن. من يستطيع أن أقول رتبة الأستاذية هي مجموعة من الخصائص؟ نعم، أصبحت هذه الرتبة الأستاذية منشأها ماذا؟ هي مجموعة من الخصائص وليس داخلة في مفهومها. مثلا عندنا رتبة رئيس العشيرة، رئيس العشيرة موقع. من أين جاءت هذه الموقعية له؟ من مجموعة من الخصائص. مجموعة الخصائص هي الملاك لتحصيل هذه الرتبة، وليس هي الرتبة. الرتبة معنى بسيط، هي عبارة عن الموقع، سواء كانت هذه الرتبة من الرتب اللي الله تبارك وتعالى أو من الرتب التي يعني يتداولها المجتمع بشكل أو بآخر. هو عنوان بسيط، مقدماتها مناشئة، نعم قد تكون هي مركبة. ثم ذكر الاعتبار وجعل الاعتبار داخل في التشريع، وحقيقة جعل الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي، بحيث جعل الحلية والحرمة
مع الزوجية والملكية، وهذا تداخل ما بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، لأنه هناك خلاف جوهري عند البعض في أن الأحكام الوضعية أحكام غير مجعولة، وإنما هي أحكام منتزعة من الأحكام التكليفية، كما هو رأي الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه.